أنا زلمة عمري 61 سنة، هاي ثالث يوم عم أخبز زادنا، مش قادر أخذ خبز. تمام؟ الآن بقولوا هان في السوق الربطة في المخبز بثلاثة شيكل، تباع في السوق السوداء ب30 وب35 وب40. طب أنا قادر، عندي صغارة طعمين، واللي مش قادر حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. احنا يوميا بنعمل 10 قدور، مره رز مره فاصوليا مره برغل حسب الموجود في السوق، لانه فيش معابر ولا اي حد بدعمنا من برا. احنا هان الاف النازحين، يعني العشر قدور كتير مشاكل بتصير عنا، لانه الناس بتاخدش، اغلب الناس بتاخدش، يعني بتاخدش بالمرة. بتكفيش للضغط. يلا يلا يلا.